تامر، انت بتحب السمك بلطي ولا طبار ولا دينيس؟ بوري. بوري؟ بوري. بتحب ايه بقى فيهم؟ انت بتحب ايه؟ البلطي. اشمعنى؟ البلطي. البلطي بسم الله ما شاء الله في المايه الحلوه دي. بسم الله ما شاء الله طعمه سمين او جميل او جميل. هنا؟ ما شاء الله وعلف وعلف نظيف. بسم الله ما شاء الله. والوزن؟ والوزن الوزن يتجاوز من 450 جرام ل 500 جرام، وفي 600 و700 حسب كميه السمك اللي تحصل في الحوض. اكبر سمكه جبتها؟ في 750. والله؟ والله في 750 وفي 900 جرام كمان. هنا؟ هنا. ما شاء الله ده خصب قوي يعني. بسم الله ما شاء الله. السمك هنا بقول لي بقى بتعملوا ايه انتوا؟ بقى لكم قد ايه هنا عشان السمكه الحلوه دي تطلع؟ كزريعه الزريعه نازله في شهر 3، شهر مارس اللي فات. مارس اللي فات نص 3. وتنزل بقى انا بتحضن في الحضانات وتتفرد وبتجرس عليها بالعلف بقى حسب عمرها بقى. بتدي عارف حسب عمرها. كل يوم تاكلها؟ كل يوم. كل يوم بتاكلها في الصيف؟ كل يوم. في الايام الشتاء بقى لما الجو ده بيسقع هي بتصوم لوحدها. هي بتصوم؟ بتصوم لوحدها. وفي الشتاء؟ بتصوم لوحدها. في الشتاء بتصوم يعني لوحدها. هي بتقل اكلها في الشتاء؟ بتقل اكلها لكن في الصيف زياده. زياده على طول. زياده في الزياده على طول. كويس جدا جدا. احنا عندنا الانواع هنا ايه بقى؟ بوري وطبار وشبار. بوري والبلطي. البلطي ودول بتوع ميه عذبه؟ ميه عذبه وانتوا هنا عندكم ميه عذبه وميه مالحه؟ في ميه عذبه وميه مالحه. امال ايه اللي في المالح؟ اللي في المالح بقى اللي هو اللوت والدنيس والقاروص. كل ده موجود؟ موجود. ده انتوا عندكم حاجات جامده جدا. بسم الله ما شاء الله. والله؟ والله بسم الله ما شاء الله. هنا بقى هم بيعملوا ايه دلوقتي اللي ورانا دول؟ الجماعه اللي ورانا دلوقتي احنا نصبنا غزلايه نشد عليها السمك بنجرف بقى. نصبتوا ايه؟ غزلايه. بتنصبوها ازاي بقى؟ ازاي بقى؟ في الديل الثانيه اللي معاهم دي جرفه. جرف يعني دي حصيره فرشه. دي حصيره فرشه اللي نشد عليها. كويس. وديت؟ ودي الجرف. بنشد عليها بقى ونفضي فيها ونشد بقى نفرز بقى هناك على الفرز. بوري لوحده والطبار لوحده والشبر لوحده اللي هو البطن.